برنامج المغامرات والتحديات هيبح بح الموسم الرابع الآن من داخل مدينة سبها. سبها وهنها نبعث ريف وشوق، سبها وهنها نبعث ريف وشوق، سبها وهنها عروس الجنوب اللي نعز من هلها نبعث ريف وشوق. صور يا مصور وانقل احلى برنامج، برنامج هيبحبح لكل الاطفال. واسمعني يلي سامع وفهمني يلي متابع، خليك ديما قريب وارسم بصمه بيوم جديد. كل جديد يا أطفال والكل حتى الكبار، السن مش مهم، الفايدة هي الأهم. ولو تسأل عن الوقت تابعنا ورح تعرف الوقت. مشاهدينا الكرام، صح فطوركم وحلقة جديدة من برنامجكم المتميز برنامج هيبحبح. 3 سنين ميزت برنامجنا بمتابعتكم مشاهدينا الكرام، والسنة الرابعة حيتميز إنه حيلم الشرق والغرب والجنوب. خلوكم معنا اليوم من عروس الجنوب في مدينة سبها. مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في حلقتنا لهذا اليوم من داخل مدينتنا الحبيبه مدينه سبها. معنا متسابقين نتعرفوا عليهم. شو اسمك؟ ابراهيم. وانتي؟ مباركه. ابراهيم ومباركه، حنسالكم سؤال لو جاوبتوا عليه حتربحوا معنا، ولو ما جاوبتوش عليه حتخشوا معنا في تحدي. جاهز ولا؟ جاهز. تاكد. تاكد. يلا جاهزه. جاهزه. شنو يا حاج؟ ام قولي صحصح حداك مش يربح عاد. هاي يلا على طول سؤالكم. يقول يسمع بلودان ويتكلم من غير لسان، شنو هو؟ ها؟ يسمع من غير ودان ويتكلم من غير لسان، شنو هو؟ ساهل، كلهم عندهم من نار. شنو؟ ساهرة، كل الناس كل عندها من عبشاب شكلها بسمعة معرفوش. هالمرة عرفتوش الإجابة؟ عرفتي؟ عرفت. يلا على طول، الإجابة كانت التليفون، وحتخش معنا لتحدي. أي تعال يا كيكي، تعال. يلا يا كيكي، شن التحدي؟ ليه من تحدي صعب؟ جاهز لتحدي ولا؟ جاهز. جاهز جاهز ولا جاهز جاهز؟ جاهز. تمي. يلا يا كيكي. يلا على طول جيب الجوال يا كيكي. اول جائزة ليك مقدمة من شركة ليبيا تويز للألعاب والقرطاسية. ليبيا تويز 100 100، جوائز والعاب هدية. يلا على طول، ونزيدوك جائزة تانية مقدمة من شركة موناليزا للملابس النسائية. يلا بروح معي. وعندك جائزة تانية مقدمة من محلات بيبي شوز للأحذية والحقائب. وعندك جائزة تانية مقدمة من محلات السفير للأحذية. رات عمك الحاج، خلنا ناخذه حتى احنا غير خيرك يا ما تجيش عليك يا حاج، هذه كندرة العيد بشوية. كندرة من المشفى. هاي شنو هذا؟ كوبون الجوكر. اهو يلا، عندك كوبون بقيمة 50 دينار مقدم من مقهى الجوكر. وعندك جائزة تانية مقدمة من شركة استدامة للمواد الغذائية. هذه شوري، هذه شوري نافع، بسكوتي بحلويات. والله يبارك صلة على النبي، مبروك مبروك. هاي، وعندك كوبون بقيمة 50 دينار مقدم من عصاير واو. هاي ابراهيم. هاي، ونزيدوك جائزة تانية مقدمة من شركة الروابي المزدهرة، الوكيل الحصري لمنتجات مهبول. مهبول والله. يلا. كم مهبول انت ترى؟ ها؟ هذا والله مهبول بالرسمي. يلا، عندك كوبون بقيمة 50 دينار مقدم من حلويات جود. ونزيدوك جائزة تانية مقدمة من شركة لميسو توري الأردنية، حاجة صح ومية مية. يلا يا كيكي، عندك كوبون بقيمة 50 دينار مقدم من سوق الشاطر للمواد الغذائية والسلع التموينية. عندك جائزة ثانية مقدمة من شركة نعمان للألعاب والقرطاسية.
يلا ونزيدوك جائزة تانية مقدمة من مركز فيولا للتجميل، كوبون بقيمة 50 دينار. يلا تعرف شنو هذه؟ احنا وقف معليش يا جماعة، علاش هذه اللي ليه يا حاج؟ غير اصبر يا حاج، غير فهمني، اسمعني اسمعني. مش هو دار الحركة؟ ايه نعطيها له تو، انت بعدين نعطيك حركة باش انت كان درتها وهو ما دارهاش، نعطيها لك انت. نعطيها لي تو. هاي عندك جائزة مقدمة من شيشخان للفضة. يلا ونزيدوك جائزة تانية مقدمة من شركة واحد عطر للروائح والعطور، حاجة صح واطلع طول. هاي عندك كوبون بقيمة 50 لـ500 دينار مقدم من بوتيك أم حذيفة للملابس النسائية. هاي هاي جبنا لك العربية متاع العيد، كل شيء متاع العيد واتي. شو رأيك؟ باهي. هاي عندك جائزة مقدمة من شركة روعة الحرمين للزي العربي. هاي ونزيدوك كوبون بقيمة 50 دينار مقدم من فروستي جيلاتو. خذ جيلاتي باهي. هاي وعندك جائزة تانية مقدمة من شركة سوريلا للملابس النسائية. ونزيدوك كوبون بقيمة 50 دينار مقدم من شركة لمسة أفكاري للدعاية والإعلان. وعندك جائزة تانية مقدمة من شركة دلتا فارما الوكيل الحصري لمنتجات تشيكي الإسبانية. نعم أنا أرى عمك الحاج زعل. راه علاش بخت الناس؟ ايش لي هذا وانا خير؟ ما قلت لك بنعطيك انا، انت ما دبر راسك. انا قلت لك زعلت وانت خلاص نعطيك بعدين. ايش رايك في الجوائز؟ عجبوك؟ عجبني. عجبوك ولا عجبني؟ انا احس فيك زعلان مش عارف علاش. عجبوك ولا عجبني؟ اي طب نجولي كنت شو قلتي لي اسمك؟ مباركة. طب ندير لك تحدي مع الحاج بحبوح بجنبك اهو، بدير لك تحدي، كان درتي التحدي بتربحي معنا. هيا حاج يا بنت انا منسهلها عليها. راه هاي واحد هي تربح مش غير هذاك مش ربح. تبوا نبيك تعب تغني. ها باه بقولك غني لي أغنية وكان غنيتها بتربحي معنا زبويس. بغني تعب ترسلنا ايه بغني لنا قال الأرنب لا خلا قالت باه ما أنا حافظتها غنى قال الأرنب لا إمه اسمحي لي روح العب ماما. قالت له لا يا ماما يمكن يجيك الثعلب يمكن يجيك الثعلب. هز الأرنب بكتافه وما سمع كلمة إمه، راح يتمشى للبستان ويقطف ورد ويشمه. شافوا الثعلب هجم عليه وعيونه مليان دموع. قالت له تاني مرة خلي كلامي مسموع خلي كلامي مسموع. ما شاء الله ما شاء الله بالله ايش بقول. اعطاها تحية جماعة الخير. يلا جيبوا لها الجوائز. اول جائزة ليك مقدمة من شركة البستان للصناعات الغذائية. ونزيدوك جائزة تانية مقدمة من مركز فيولا للتجميل، كوبون بقيمة 50 دينار. ونزيدوك جائزة مقدمة من شركة دلتا فارما الوكيل الحصري لحفاضات تشيكي الإسبانية. تعرف شنفها؟ لا نوريك شنفها. عادي عادي. هاي خاتم ذهب مقدم من شركة تشيكي. باهي هاي يلا ونزيدوك جائزة تانية مقدمة من شركة الروابي المزدهرة الوكيل الحصري لمنتجات مهبول. مهبول هاي بشوية. عندك جائزة تانية مقدمة من شركة سوريلا للملابس النسائية.
هاي مبارك هاي. وعندك جائزة تانية مقدمة من شركة استدامة للمواد الغذائية. تعال هيك تعال هيك تعال هيك. يلا يا كيكي على السريع هاي. هذا صاحبنا هاي الجوكر. يلا عندك كوبون بقيمة 50 دينار مقدم من مقهى الجوكر. هاي وعندك كوبون بقيمة 50 دينار مقدم من شركة لمسة أفكاري للدعاية والإعلان. هاي ونزيدوك جائزة تانية مقدمة من محلات بيبي شوز للأحذية والحقائب. وعندك كوبون بقيمة 50 دينار مقدم من عصائر واو. وعلى طول نزيدوك جائزة مقدمة من شركة التلة للملابس الإيطالية. عندها أكثر من فرع في طرابلس. في النوفليين فيها بإمكاناته. هاي شني هاي كوبون. يلا عندك كوبون بقيمة 50 دينار مقدم من حلويات جود. هاي ونزيدوك جائزة تانية مقدمة من شركة عسل النقالي منتجات النحل. عسل باهي شنو حاج؟ قداش لي يا جماعة الخير 3-4 أيام نقول أعطونا فاز ولا بو يعطونا تو واش بحاطة قداش تراب قداش فيه هو؟ شوف 3 مرة 1 الصلاة على النبي. خلاص نعطيك واحد بعدين. هاي عندك كوبون بقيمة 50 دينار مقدم من سوق الشاطر للمواد الغذائية والسلع التموينية. عندك جائزة ثانية مقدمة من شركة ليبيا تويز للألعاب والقرطاسية. ونزيدوك جائزة ثانية كوبون بقيمة 50 دينار لل 500 دينار مقدم من بوتيك أم حذيفة للملابس النسائية. عندك جائزة مقدمة من شركة لميس وتوري الأردنية. حاجة صح ومية مية. ونزيدوك كوبون بقيمة 50 دينار مقدم من فروستي جيلاتو. شنو يا حاج؟ حالك باهي؟ باهي الحمد لله. شو حالك انت؟ الحمد لله صحيح. ترى شو خلينا نوري الكاميرا بدل نعطيه لك. انا نوريه لهم. ما خلينا نوريها انا الكاميرا. ايوه هيك نبيك انا. هاي نظارات. شنو؟ ضعف نظر نظارات ضعف نظر. هاي عندك جائزة مقدمة من بصريات رفادة. نظارات هاي؟ عندك ضعف نظر انت؟ اسمع. باهي خلاص هاو جبت لك نظارات انا. نعم. نعم يا حاج. حتى انا لابس نظارات. عارفك. ايوه ما تم بدل انا وياك بعدين. باي لا خلي لي هذا بحيات. يلا عندك كوبون بقيمه 100 دينار مقدم من التله للملابس الايطاليه. هاي شنو يا كيكي؟ هاي عندك جائزه ثانيه مقدمه من محلات السفير للاحذيه عنده في السياحيه وعنده في بن عاشور. باي حاجه باهيه. ها والله حاجه باهيه. هاي ونزيدوك جائزة ثانية مقدمة من شيشخان للفضة والإكسسوارات. هاي فضة وذهب وكل شيء اليوم خذيتي. شو رأي نمشي نبيعوه انا وياك نقسمه؟ شو رأي ابو عم هالحاج؟ ها حتى ابو عم هالحاج اعطاك. كيف عاد اعطيتها تحدي سهل ولا ايه؟ يلا شنو عجبوك الجوايا؟ عجبوني. ايه بحبحتي معانا ولا هاي بحبح.